لكن الشيء المهم جدا بالنسبة لنا وهو بخصوص الإصابات، وللأسف كده في كام إصابة، يعني حوالي 4 5 إصابات بالنسبة للفريق خلال الفترة الحالية، ما بين اللي عنده نزلة برد، وإحنا كلنا عندنا برد اليومين دول بسبب تغيرات الجو والشتاء بقى، وكمان إصابات عضلية وكل هذه الأمور. يعني في البداية خلينا نتكلم على رامي ربيعة. رامي ربيعة يعني عنده إجهاد بسيط كده، فبالتالي ما شاركش في المران الجماعي، هو إجهاد عام بالنسبة له. هو ما شاء الله عليه خلال الفترة اللي فاتت عمل مباريات رائعة، ربنا يبعد عنه الإصابات. لعيب من ضمن اللاعبين المهمين جدا للنادي الأهلي ومنتخب مصر، لسه موضوع مشاركته في مباراة الإسماعيلي دي حبان بكرة إن شاء الله في مران الغد باستاد مختار التتش. فحص طبي لرمضان صبحي كمان بكرة بسبب آلام العضلة الخلفية، النهاردة حس بآلام في العضلة الخلفية فبالتالي ما كملش أيضا المران، وبكرة هيبقى فيه فحص طبي عشان نعرف هل ممكن رمضان يشارك في ماتش الإسماعيلي ولا لا. بس بنسبة كبيرة ما اعتقدش ان رمضان هيلعب مباراه الاسماعيلي للاسف الشديد، لاعب مؤثر جدا ان شاء الله يعود سريعا. بالنسبه لعمرو السوليه هيبقى عنده ايضا فحص بكره، السوليه عنده برد، نزل برد، ومن اللاعبين بصراحه اللي مستواهم ثابت على مدار الفتره اللي فاتت، ودايما عندنا هنا في مصر بندي انطباعات وما بتتغيرش، يعني كده تقول ايه مثلا لعيب كان مستواه وحش قوي هو هيفضل وحش، لا يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، في لعيب بيقدر يطور من نفسه، في لعيب بيقدر يحافظ على مستواه، في لعيب يشوف ايه النواقص اللي عنده ويعالجها. عمرو السوليه من هؤلاء اللاعبين، لعيب مميز قوي على مدار الفتره اللي فاتت، التزام ايه ما سمعناش منه اي مشكله او عنه اي مشكله خالص، مستويات رائعه بيأديها مع النادي الاهلي على مدار اخر موسمين. والاهلي بيتاثر بالمناسبه لما بيغيب عمرو السوليه لانه احد الركائز الاساسيه طبعا في صفوف النادي الاهلي، وعنده برد وان شاء الله باذن الله يعود سريعا، وممكن بنسبه كبيره ان هو يشارك في المباراه باذن الله تعالى. صلاح محسن ينتظم في التدريبات الجماعيه، وهو كان بيستقبل مولوده الاول مالك، بنبارك له ونقول له الف مبروك يا صلاح، ونتربى في عزك كده باذن الله، ونتمنى لصلاح محسن ان شاء الله ان هو يخش مع الفرقه بشكل اقوى خلال الفتره اللي جايه. واكيد مستر فايلر في حساباته صلاح محسن وهو بينتظم في التدريبات الجماعيه خلاص بدايه من اليوم. حسام عاشور كمان تعافى من نزله البرد واصبح جاهز للمشاركه ومتاح بالنسبه للجهاز الفني. بالنسبه لياسر ابراهيم عنده شد في العضله الضمه قبل مباراه الحرس كده، ما قدرش ان هو يشارك في التدريبات فبالتالي تم استبعاده من هذه المباراة، واعتقد لسه قدامه شوية ياسر ابراهيم، ولاعب ايضا من اللاعبين المميزين. بالمناسبة كل اللاعبين في قائمة النادي الاهلي بصراحة عندنا قائمة كويسة جدا، ان شاء الله يبقى احنا منتظرين بس بالنسبة للفريق الاول لكرة القدم النادي الاهلي. خلينا